أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائنا الأسبوعي مع برنامجكم برنامج فرحة حواء مع دكتور شادي محمد، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب والحقن المنجلي ومناظير البطن والرحم. فرحة حواء، نتعشم فجل أن نستطيع أن نرسم البهجة والفرحة على شفاه كل نساء حواء. فرحة حواء برنامج يتعلق بأمراض النساء والتوليد. فرحة حواء، نتعشم فجل أن نستطيع أن نرسم البهجة والفرحة. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت، كنا خلصنا نهائيا مرض بطانة الرحم المهاجرة أو الإندومتريوزيس وعلاقته بتأخر إنجاب ووسائل العلاج. النهاردة هنتكلم بقى عن الموضوع الكبير أساسا اللي هو تأخر الإنجاب. إمتى أقول إن الزوجين دول عندهم تأخر إنجاب؟ إيه الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب؟ إمتى أبتدي أبحث أنا كزوج وزوجة دلوقتي بيتفرجوا عليا؟ إمتى نقدر نقول وامتى ندور يا دكتور ونقول ان احنا عندنا تاخر انجاب؟ وكلمه عقم دي احنا ما بنحبهاش، لان ايه؟ ويجعل من يشاء عقيمه. العقم دي يعني دي حاجه عند ربنا. ليه؟ لان احنا اللي احنا شايفينه النهارده ان هو عقيم، ممكن بكره نجد الوسيله انه يستطيع الخلف. يعني قبل العهد بتاع الحقن المجهري واطفال الانابيب كنا نقول ان الانبوبتين عندها مسدوده، حضرتك مالكيش اي وسيله من وسائل الخلف. طيب النهارده لا، حضرتك الانابيب مسدوده بنحمل عن طريق الحقن المجهري. في القريب العاجل كنا بنقول ان اللي شالت الرحم ما تقدرش تحمل. لا النهارده في ان شاء يعني نجحت الحمد لله بفضل الله اول عمليه زرع رحم. يعني احنا شايفين العلم بيتطور. تاخر الانجاب، امتى نقول للزوجين دول ان حدث لهم تاخر انجاب؟ متى يبحث الزوجان ونبتدي نبحث امتى؟ تاخر الانجاب احنا تعريفه الطبي ان زوجين unprotective sexual relation، يعني يحدث علاقة زوجية بينهم بدون أخذ وسائل منع الحمل والزوجين قاعدين مع بعض. يعني ما يجيش زوج كان مسافر مثلا سنة ورجع شهر وكان قاعد معاها قبل ما يسافر شهر، يبقى أنت حاسب لي كده الجواز سنة وشهرين. لا، من ست شهور لسنة، وفي بعض التعريف بتوصل لسنة ونص وسنتين من العلاقة الزوجية المنتظمة الغير محمية. يعني ما تجيش حضرتك مثلا كنا متجوزين بقالنا سنه والزوج قاعد مع الزوجه، بس احنا كانوا مقررين ان هيأجلوا الخلفه شويه، اخدوا ست شهور حبوب منع حمل، ما تحسبليش دي سنه. لا، احنا عايزين من ست شهور لسنه، وفي بعض التعريف من سنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه الغير محميه. طب تمام، امتى نتعدى التعريف ده يا دكتور؟ يعني الكل قاعده شواذ، يعني الزوجين دلوقتي جولي العياده، لا متجوزين بقالهم شهرين وانا هبتدي افحص معاهم واعمل لهم التحاليل واعمل لهم كل فحوصاتهم. امتى؟ لما الزوج يتعدى ال 40 سنه والزوجه او الزوجه تتعدى ال 35 سنه. ليه؟ لان احنا دايما الفيرتيليتي بيريود او فتره الخصوبه، يعني احنا كده قربنا من فتره قله الخصوبه. الزوجه فوق ال 35 او الزوج فوق ال 40 ببتدي الفحوصات كلها وابتدي اتدخل قبل الست شهور او السنه. طبعا احنا بما اني في مجتمعاتنا الشرقيه بعد اول دوره والتانيه بيبتدي يتساءل الناس، دكتور انا هحمل امتى؟ دكتور، وبيبتدي يلجأوا للاطباء على طول، ان حماتي بتسال انا ما حملتش، الدوره جت ولا لا، ما اعرفش مين. يعني غالبا احنا بنلاقي الزوجين بعد شهرين او ثلاثه بكتير بنلاقيهم عندنا في العياده. طيب ايه بقى القصه وايه الحكايه؟ ايه قصه وحكايه تاخر الانجاب؟ هي قصة جميلة جدا جدا جدا، ويجب أن يكون الطبيب يعني يستطيع روي هذه الحكاية وهذه القصة. أول ما الزوجين بيجوا، إحنا إيه الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب؟ إحنا بس تسهيلا للناس هقول لهم إحنا هنقسمهم ثلاث تلات أو أربع تربع، بس إيه مش متساويين. في الربع الصغنن ده خالص ده هيبقى 10%. إحنا بنقسمهم 30% أسباب متعلقة بالزوج و30% اسباب متعلقه بالزوجه. خلي بالنا احنا قلنا ايه في الاول، 30% من الاسباب متعلقه بالزوج، عشان واحنا بنشرح النهارده انا دكتور امراض نساء، بس كل اطباء النساء لازم يبقوا فاهمين ده، عشان انا بتضايق جدا ان العيانه لسه كانت عندي مثلا في امبارح 7 سنين ومحدش عمل تحليل للزوج، سنتين ومحدش عمل تحليل للزوج. روحي شوفي انت نفسك. احنا طبعا في مجتمعاتنا الشرقيه الادانه القويه بتبقى للسيده او للمراه، وخصوصا في تاخر الانجاب الثانوي. يعني ايه تاخر انجاب ثانوي يا دكتور؟ يعني اتنين عندهم عيل قبل كده. تيجي لي السيده لما اقول لها انا عايز تحليل سائل منوي للزوج، تقول لي يا دكتور ما جوزي مخلف قبل كده.
اقول لها طب ما حضرتك الرد المنطقي وحضرتك مخلفه قبل كده، ليه انت اللي بتبحثي؟ فاحنا ايه بنقول؟ يبقى احنا عرفنا تاخر انجاب من 6 شهور لسنه من العلاقه الزوجيه المنتظمه الغير محميه، تمام؟ يعني ما مش واخدين اي وسائل من وسائل منع الحمل الا اذا كانت الزوجه فوق ال 35، الزوج فوق ال 40. تاخر الانجاب بينقسم لاثنين، تاخر انجاب اولي وتاخر انجاب ثانوي. تاخر انجاب اولي يعني زوجين لم يسبق لهم حدوث حمل من قبل، حدوث الحمل سواء انتهى بحمل كامل يعني عندنا ولد او بنت، او حدث اجهاض، او حمل خارج الرحم، او حمل حواجصلي، كل ده بنسميه تاخر انجاب ثانوي ليس اولي. اما تاخر الانجاب الاولي زوجين لم يسبق لهم، يعني الزوجه مع الزوج بالعلاقه الزوجيه الغير محميه المنتظمه لم يحدث، ما عملتش اختبار حمل وطلع ايجابي. تمام، يبقى احنا كده هنبتدي نقول 30% الاسباب هنقسمها 30% من الاسباب متعلقه بالزوج اللي هي دي نحاول ان شاء الله في حلقه النهارده نغطيها، 30% من الاسباب متعلقه بالزوجه ودي ان شاء الله تاخد لها ما بين حلقه الحلقتين، و30% من الاسباب متعلقه بالعلاقه الزوجيه بين الزوجين. يعني ايه العلاقه الزوجيه؟ يعني هو الزوج سليم؟ احنا هنوصل ان شاء الله لما نشرح النهارده الزوج نوصل ان الزوج سليم، عملنا كل الفحوصات للزوجه سليمه، هنوصل ان هما الاثنين ده سليم وده سليم بس في بينهم اختلال في العلاقه الزوجيه او العلاقه الجنسيه هي اللي بتقلل فرص الخلفه، وال10% اللي هي دايما بتندرج، احنا الاطباء لما بنتزنق نضحك على الناس نقول لهم ده بتندرج تحت تاخر الانجاب الغير مفسر الاسباب او الغير واضح الاسباب، اللي هو زمان مثلا لما كنا مثلا قبل ما نعمل الاشعه بالصبغه كان يقول لك لا ده غير مفسر، قبل ما نعمل ويظهر المنظار الرحمي كان ممكن يبقى فيه حاجز رحمي او بعض الدلاديل الداخليه اللي داخل الرحم، كنا نقول لها لا اسباب تاخر انجاب غير مفسر. الغير مفسر ده نسبته كل شويه بتقل. ليه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا، احنا كل شويه بنبتدي ناخد حته من غير المفسر ونحطها ان بقت مفسره، سواء اسباب متعلقه بالزوج او اسباب متعلقه بالزوجه، واحده واحده لغايه لما هذه الاسباب لن تنتهي برضه عشان نبقى عارفين، لان ربنا بيقول ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هي مش هتنتهي. النهارده بقى هنبتدي نخش بقى في موضوع حلقتنا الاساسي، مع ان احنا يعني هو حلقه امراض نساء وتوليد، بس انا بنصح الناس كلها اول ما زوجين يخشوا لطبيب، لان هم بيلجأوا لطبيب امراض النساء والتوليد الاول، ما ينفعش انت كطبيب سواء بتتفرج عليا او كمريض ما ينفعش واحنا بنبحث ان احنا ننحي الزوج جانبا، وخصوصا احنا في مجتمعاتنا الشرقيه نحن ندين المراه، يجي الزوجين طب خليك انت اعملي تحاليلك الاول وفحوصاتك. لا يا حبيبي، فحوصات الرجل سهله جدا، تحليل سائل منوي في معمل مهما غلي ولا رخص ما بيبقاش تكلفته عاليه، ويوريني المنتج اللي خارج بتاع الحيوانات المنويه عامل ازاي، وبننتهي من 30% من الاسباب المتعلقه بتاخر الانجاب بننتهي منها. معانا اتصال. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي مدام اسماء. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه من بقالي سنه. عندك كام سنه يا مدام اسماء؟ عندي 23 سنه. متزوجه بقالك سنه، ما حصلش حمل قبل كده؟ لا ما حصلش حمل خالص، ولا حمل خارج الرحم ولا اجهاض ولا اي حاجه. لا الزوج عنده كام سنه؟ عندي 23 برضه. 23، عملنا تحليل سائل منوي؟ ايوه. طلع التحليل سليم ولا؟ ايوه، التحليلات بتاعتي بتاعتي كلها مظبوطه دلوقتي، اتظبطت. قبل كده ما كانتش بتاعتي متظبطه، كانت هرمونات مش متظبطه، دلوقتي اتظبطت. تمام. دلوقتي انا بيجي لي مغص طول الشهر. طول الشهر مغص، بيزيد مع نزول الدورة ولا بيقل مع نزول الدورة؟ لا هو بيجي قبل الدورة بحوالي 7 أيام مغص كل يوم. تمام، وأول ما الدورة تنزل يزيد ولا يقل؟ لا هو يوم الدورة وبعد كده خلاص، وبعد كده يختفي، يعني يوم ما الدورة تنزل يزيد. أيوه. طب احنا عملنا منظار، عملنا أي حاجة؟ لا هو الدكتور مديني 6 شهور بعد كده أعمل بعدها أشعة بالصبغة، يعني ما كل التحليل اتظبطت. طيب تمام، انا هرد على حضرتك دلوقتي. انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني اتفضلي. هو مش بيبقى موجود معايا الا في ايام التبويض بس، الحركه بعد الجماع يعني لما انا اقوم بعد الجماع او دي بتاثر على تاخر الحمل، وكثره الجماع يعني التكرار في الجماع ورا بعضه يعني ده بيأثر. تمام، انا هرد على حضرتك. هرد على وانا بدخل الحمام بول كتير، يعني ممكن بالليل اصحى 4 مرات في اليوم. ده في الفتره اللي فيها علاقه زوجيه؟
لا ولا مش عامة؟ فترة علاقة زوجية يعني كل يوم. طيب خلاص، يبقى نعمل دلوقتي على الهوا اهو، حضرتك تعملي لي تحليل سكر ونعمل تحليل بول، نطمن الدنيا فيها ايه. تحليل سكر وتحليل بول عشان نشوف سبب دخول الحمام فترة طويلة وعدد مرات كتير. طيب مدام اسماء، هي هتلاقي الاجابة كلها في وسط الحلقة. هي بس يا جماعة كثرة الجماع زي قلته بالظبط، كثرة الجماع زي قلته. يعني انا هقول لحضرتك، هضرب المثل الشعبي البسيط اللي انا بحب اضربه، هو كده كده يعني في وسط الحلقات هتلاقيه بيتقال. دلوقتي احنا عندنا محل اكل، انت حضرتك بتاخد المدام او انت بتنزلوا وتروحوا محل اكل، نفس محل الاكل دون بيقدم اكل هايل طول السنه، نروح نتغدى نروح نتعشى بناكل الاكل حلو قوي. نفس المحل دون لما تروح تفطر فيه في رمضان انت تستاء من الاكل وتستاء من الخدمه. ليه؟ لان هو المفروض كله بياكل في نفس الوقت. يبقى اذا المحل لما بيخرج طلبين او ثلاثة في اليوم غير لما بيخرج 50 طلب في نفس الساعة، هي نفس الحكاية. كثرة الجماعة عشان في زوجين بييجوا، يبقى زوج بيقرب لزوجته 4 مرات في اليوم. لا ده طبعا ما بيخليش السائل المنوي يتكون كويس، وما بيخليش في قوة في الحيوانات المنوية، وده اللي هنشرحه النهاردة. احنا وصلنا قلنا 30% من الاسباب متعلقة بالزوج، وده اللي هنشرحه النهاردة. ولازم اطباء النساء، حتى اطباء النساء هو هيلاقوا فيه فحص، يعني الشرح وافي شويه هو، بس لازم اطباء النساء يبقوا عارفين. وال 30% من الاسباب متعلقه بالزوجه، 30% قلنا بالعلاقه الزوجيه بينهم، و10% من اسباب تاخر الانجاب الغير مفسر. نبتدي بالزوج. قلنا تحليلك سهل وبسيط، حضرتك هتروح لنا المعمل، معمل معترف به، معمل كبير، هنعمل تحليل السائل المنوي بعد انتهاء، اولا ما بيبقاش فيه اتخاذ اي هرمونات، ما فيش اي ادويه او علاجات بتتاخد هرمونيه عشان تاثر، الا اذا كنت حضرتك ماشي على اي علاج هرموني يبقى لازم التحليل بعد اسبوعين، من اسبوعين لشهر بعد انتهاء هذا العلاج الهرموني. 3 4 ايام ما فيش علاقه زوجيه، هنروح لمعمل معترف به عشان نعمل تحليل السائل المنوي. عملنا تحليل السائل المنوي، ايه هو بقى السائل المنوي وهنشرحه ازاي؟ معانا فيديو كده يوضح لنا الدنيا ماشيه ازاي، هنبتدي نتفرج عليه دلوقتي، نشوف تركيب الجهاز التناسلي للذكر يتكون ازاي والحيوانات المنويه بتتكون ازاي. واحنا هنشرح بالمره كده تحليل السائل المنوي. السائل المنوي ده المنتج اللي خارج، دي الحيوانات المنويه اهو، تمام. ده احنا قلنا الخصيتين دول المصنع، عشان هنشرح ان في اسباب متعلقه بالسائل المنوي في المصنع ده. ده المصنع، التستيكلز او الخصيتين اللي بيخرجوا الحيوانات المنويه او بيصنعوا الحيوانات المنويه. وفي حاجه اسمها اللي موجود ده، حاجه اسمها الفاس ديفرنس، الوعاء الناقل للحيوانات المنويه. بنبتدي نخش جوه الخصيه دي، دي الحاجات اللي بتكون الحيوانات المنويه، ده المصنع. عشان واحنا بنشرح دلوقتي هيبقى في عيوب في المصنع، عيوب في النقل، عيوب في اظهار المنتج، وعيوب في خروج المنتج. خلي بالنا، يبقى عيوب في المصنع، عيوب في النقل، زيها زي اي بضاعه، في عيب في المصنع، البضاعه خارجه من المصنع مش كويسه اهو، ادي يتكون الحيوان المنوي وبيخرج في الوعاء الناقل، اللي هي البضاعه بتتنقل في الوعاء الناقل، او خروج البضاعه زي ما احنا شايفين اهو، او اظهار البضاعه، تمام. ادي الحيوانات المنويه هي بتتكون ويبتدي بتخرج، تخرج في اليوريثرا. طبعا السائل المنوي بيخرج من نفس مجرى البول، دي الحيوانات المنويه، شايفين الحيوانات المنويه بتخرج من في غدتين اسمهم غده البروستاتا وغده البروستاتا والغده غدة البروستاتا وغدة البربخ، الاتنين دول اللي بيكونوا لي السائل اللي بيغذي الحيوانات المنوية، تمام. ادي الحيوان المنوي خارج اهو، دي غدة البروستاتا وفي غدة البربخ، ده خرج السائل المنوي اهي، وهي غدة البربخ اللي هي بلب ويوريثرا الجلان، دول غدتين
ما بيأثروش في تكوين الحيوانات المنوية، ولكن هم بيخرجوا بعض السوائل التي تغذي الحيوانات المنوية. إذا ليهم تأثير، ليهم تأثير، لأن المنتج اللي خارج الأخراني ده ممكن يتأثر. تمام. دون بقى الجهاز التناسلي للأنثى ده هنأجله للمرة الجاية إن شاء الله. نبتدي بقى نشرح تاني. إحنا قلنا جبنا تحليل السائل المنوي، جبنا تحليل السائل المنوي، في لقينا مثلا كل الحيوانات المنويه اللي طالعه صفار. معانا اتصال. مدام رشا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه مدام رشا اتفضلي. انا عندي مشكله، عندي مشكله صعبه جدا. اتفضلي يا مدام رشا. حضرتك سامعني؟ اه اتفضلي يا مدام رشا مع حضرتك. متجوزه بقالي حوالي 3 سنين. انا عندي 23 سنه. تمام. حضرتك حملت بعد سنه، ما كانش في حمل، وبعد كده عملت الصبغه وطلعت كويسه وحملت، حملت بعد سنه من الجواز. تمام. بعد كده الحمل دوت ما استمرش حوالي شهر ونص، وبعد كده نزل الدكتوره قالت ان النبض وقف، ما فيهوش نبض ونزل. عملنا عمليه تنظيف كحت وتفريغ. عمليه ايه؟ تنظيف كحت وتفريغ. عملنا عمليه ولا ما دخلتش؟ اللي هو الكحت دي لا ما عملتهاش، الدكتوره قالت لي انت مش محتاجه. تمام. حصل بعدها حمل بشهرين، بعد شهرين حصل حمل. تمام. الحمد لله الحمل كان ماشي كويس لغايه 6 شهور. في السادس ابتدت مشكله في الجنين، يتكون اللي هي الهيدروكس في تالس. هيدروكس في تالس. تمام. طيب حضرتك عملتي الار اتش انت وجوزك؟ الار اتش بتاعتي موجب، وبتاعت جوزي برضو موجب. تمام. وحضرتك انا فصيلتي او موجب وفصيله جوزي اي بي موجب. تمام. فالمشكله ان احنا يعني الحمل دوت نزل، لان انا عملت الاشعه الثلاثيه وطلع برضو ان هو نون اميون هيدروكس في تالس. تمام. والحمل ما كملش والجنين نزل. تمام. نزل بالظبط في السابع. حملت تاني بعدها بشهر او شهرين وبرده نفس المشكله، برده دلوقتي في السادس لقيت يعني طول الحمل الجنين بيبقى كويس وكل حاجه كويسه، بالظبط في اول السادس يحصل برده المشكله ديت اللي هي الهيدروكس في الثالث. ورحنا كتير للدكاتره، يعني دكاتره كبار وكده، وبرده مفيش مشكله، مفيش فايده، محدش عارف سبب للموضوع. عملت تحاليل، عملت التوكسو والروبيلا والسيتوميجالو فيروس، وكلها طلعت نيجاتيف. كلها طلعت نيجاتيف. تمام. وعملت تحليل اسمه اللي هو الانتي كارديو ليبن طلع نيجاتيف، وعملت اللي هو اللوبس انتي كواجلان برضه طلع نيجاتيف. تمام. عملت تحاليل كتير حضرتك بس مش لاقي يعني. طب عملنا تحاليل. طب مدام رشا هي ممكن تكلمنا بعد الحلقه، عايزين نعمل تحاليل الغده الدرقيه، تحليل الغده الفوق كظريه، عايزين نعمل كل الفيروسات المتعرف عليها، لان النون اميون هيدروكسي في تالس دواء الاميون سهل وبيتعرف النون اميون ده. طيب معانا تليفون ام محمد ونرد على مدام رشا بعديها. اتفضلي ابو محمد. اتفضل. معلش انا اسف. عليكم السلام. اتفضل يا ابو محمد. ازيك يا دكتور؟ بفضل الله كويس الحمد لله. بارك ايه؟ بفضل الله كويس الحمد لله رب العالمين. والله انا عندي مشكله يعني يمكن بسيطه شويه، بس سرعه قذف. بس سرعه قذف. طيب ده بعد الحلقه ان شاء الله حضرتك كلمني على التليفون ان شاء الله نظبط الدنيا، اقول لحضرتك هناخد ايه. ابو محمد برضو بيسال على فكره، هو ده في مضمون الحلقه النهارده. سرعه القذف دي عباره عن، احنا قلنا السبب ساعات بيبقى اخراج المنتج. سرعه القذف ده ساعات المنتج وهو خارج ما بيلحقش يوصل. دي هتبقى من الاسباب النهارده تاخر الجواب. اما مدام رشا فاحنا بنقول هنعمل كل الفيروسات المتاحه، هنعمل الفيروس بي وفيروس سي زي ما هي عملت التوكسوبلازما، السيتوميجالو فيروس، هنعمل الهربس، كل الامراض المتعلقه، لان النان اميون هيدروبس في تالس دون انا هقولها لها كده في ودنها. احنا كدكاتره لما بنتزنق قلنا ان هو نان اميون هيدروبس في تالس، يعني انا مش شايف له سبب. كل اللي احنا هنقدر نعمله ان احنا حضرتك هتحملي مره واثنين وثلاثه مع فحوصات شامله، يعني لازم تعمل لنا سكر عشوائي، تحاليل الغده الدرقيه، تحاليل الغده الفوق كظريه، تحاليل الغده النخاميه، كل وظائف الجسم تبقى متظبطه، نعمل كل الفيروسات المتعارف عليها ونشوف الدنيا عامله ازاي. نرجع تاني لتحليل السائل المنوي. عملنا تحليل السائل المنوي طلع اصفار، احنا في فيديو معانا بس هيفرجنا الحيوانات المنويه بتتحرك ازاي. حركة الحيوانات المنوية، عشان دي من الحاجات اللي احنا بنقولها في تحليل السائل المنوي. قلنا لقينا، عملنا تحليل السائل المنوي، لقينا السائل المنوي لا يحتوي على حيوانات منوية على الإطلاق. بيجي الزوج بيصعق يقول لي طب انا بنزل كويس يا دكتور؟ احنا لسه قايلين في غدتين هما
مش بيخرجوا الحيوانات المنويه ولكن بيكونوا لي السائل اللي بيغذي الحيوانات المنويه. فحضرتك بيحصل انزال فعلا، وانزال للسائل المنوي ده بيخرج من غده البروستاتا وغده البربخ. اما الحيوان معانا مدام نهى، اتفضلي يا مدام نهى. ازيك يا دكتور؟ بفضل الله كويس الحمد لله. انا اتفضلي يا مدام نهى. انا كنت سقطت، كنت حملت وسقطت. كان حضرتك عندك كام سنه ومتزوجه بقالك قد ايه يا مدام نهى؟ كنت بقالي 5 سنين. وعندك كام سنه؟ 26. 26 ما حصلش حمل في ال5 سنين دول خالص؟ لا حصل، وعملت عمليه تفريغ. عملتي عمليه تنظيف؟ ما كانش بيكبر. وجوزي عمل التحليل المنوي دلوقتي. طلع الحيوان المنوي ده ضعيف. انا عايز استفسر من حضرتك، ينفع حقني مجهري ولا لا؟ طيب تمام. هي مدام نهى بتقول السائل المنوي ضعيف، السائل المنوي مهما ضعف طالما في موجود حيوانات منويه يستطيع ان احنا نعمل بيها حقن مجهري. طالما في حيوانات منويه نستطيع فعل حقن مجهري، ده الطبيعي، لازم نبقى حاطين القاعده كده. لو حيوان منوي واحد ان شاء الله هعمل بويضه وهبعت جنين واحد، يبقى في امل. ماشي؟ يبقى احنا كده هنقولنا تحليل السائل المنوي طلع اصفار. طب يبقى في، يبقى لازم يجذب الانتباه، يا اما العيب في المصنع، المصنع ما بيخرجليش الحيوانات المنويه، او العيب في النقل، الوعاء النقل مسدود، فانا باخد تاريخ مرضي عامل قبل كده عرق او الهرنيا اللي هي الفتاء، عمليه فتاء ارابي او او او. او قلنا العيب في المنتج نفسه. طيب لقينا الحيوانات المنويه صفار، هبتدي اخد عينه من الخصيه، يعني ما يجيش واحد عامل لي تحليل سائل منوي طلع كله صفار ويبقى له سنتين والدكاتره بيحاولوا في ايه؟ لا، لازم هنعمل عينه من الخصيتين. هنعمل عينه من الخصيتين، لقينا حيوانات منويه يبقى احنا هنعمل عن طريق الحقن المجهري. لم نجد حيوانات منويه يبقى ده فشل في الخصيتين. الفشل في الخصيتين دول اسبابه ايه بقى؟ معانا مدام ريهام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا دكتور، مع حضرتك ريهام. اتفضلي يا مدام ريهام. لو سمحت يا دكتور، انا يعني حملت 3 مرات وفي كل مره بسقط قبل ما بتم الشهر. تمام يا مدام ريهام، حضرتك عندك كام سنة؟ حوالي 3 أسابيع. كام سنة يا مدام ريهام؟ أنا 24 سنة. متزوجة بقالك قد إيه؟ حامل قبل كده وخلفت بنت. عندك بنوتة، تمام. والدها طبيعي ولا قيصري؟ قيصري. عندها قد إيه البنوتة دلوقتي؟ عندها 3 سنين. والدكتور طلب مني أشعة بالصبغة، عملتها وطلعت كويسة ومفيش أي مشكلة. تمام. وعملت تحاليل اللي هي أنتي توكسوبلازما ده. تمام. والتحليل الثاني اللي هو الجي ام في. طب تمام، سي ام في، سيتوميجر فايروس. طب استاذه حضرتك، انا هقول لحضرتك التحاليل على الهوا كده، معاكي ورقه وقلم نكتبها على طول. خلاص هنعمل التوكسوبلازموزيس، هي ممكن خلاص هي تسمع بقى من التلفزيون، هنعمل توكسوبلازموزيس، سيتوميجالو فايروس، الهيربز، الروبيلا، كل دول هنعمل اي جي جي والاي جي ام، هنعمل انتي كارديوليبين انتي بوديز اي جي جي واي جي ام، هنعمل لوبس انتي كواجلان، هنعمل انتي ثرومبين 3، هنعمل بروتين سي وبروتين اس. كل التحاليل دي المتعلقه، لان غالبا هي دي في حلقه من الحلقات احنا قلنا هنخصصها تماما لتكرار الاجهاض، اسباب تكرار الاجهاض. هي طبعا مخلفه قبل كده، فيمكن 75 او 60% من الاسباب انتهت. طالما حدث حمل كامل ففي 60% او 50% من الاسباب يكاد يكون انتهى، خلاص انا ما فيهوش اي حاجه والدنيا اتظبطت. ال 40% احنا بنبتدي نبحث عنهم، وفي حلقه كامله يا مدام ريهام هتبقى عن كده. احنا دلوقتي هنتفرج على حركه الحيوانات المنويه، هم بيقولوا لي الفيديو جاهز وهنتفرج على حركه الحيوانات المنويه. ادي الحيوانات المنويه، عشان احنا قلنا عملنا تحليل سائل منوي وطلع سليم. طب الحركه، عشان لسه امبارح برضو في العياده واحنا قاعدين السيده تقول لي مثلا ده تحليل زوجي كويس 20 مليون. يا جماعه ما هو لو العدد هو الوحيد، البارامتر الوحيد اللي انا بقدر اعتمد عليه، كنا المعمل كتب لي ان العدد 20 مليون وخلصنا. انت حضرتك بتاخد صفحه وصفحتين وثلاثه دلوقتي. تحليل السائل المنوي بيبقى عباره عن صفحه وصفحتين وثلاثه، طب ايه الفايده؟ لازم نشوف. اولا احنا قلنا في حيوانات منويه، فابتدي بقى افحص جوه الليكوفاكشن تايم، وقت اللزوجه قد ايه. السائل المنوي ربنا خلقه لو حد مسكه بيبقى حاجه عامله زي السمك، ربنا خالق الماده دي بتحمي الحيوانات المنويه، في خلال تلت النص ساعه بتبتدي تتفك هذه الماده وتبتدي تنطلق الحيوانات المنويه لرحلتها.
الفوليوم اللي منزله الراجل قد ايه؟ يعني ما يبقاش ربع ربع زي ما احنا شايفين اهو كده، ما يبقاش ربع ملي، لا هو المفروض يبقى من 2 ل 5 ملي. الريحه بتاعته عامله ازاي؟ اللون بتاعه عامل ازاي؟ كل الحاجات دي تؤثر. العدد، ودي الحاجات المهمه جدا، ان العدد لازم يبقى طبيعي من 20 ل 250 مليون تبع منظمه الصحه العالميه، ده من فتره طويله. هل الحركه في نوعين من الحركه، الحركه الكيفيه والحركه الكميه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حركه السريعه المتقدمه، احنا بنقسم حركه الحيوانات المنويه لاربع حركات، حركه سريعه متقدمه، حركه سريعه غير متقدمه، حركه بطيئه جدا، حيوانات منويه لا تتحرك. زي ما احنا شفنا الحركه دلوقتي، لازم السائل المنوي يحتوي على حيوانات منويه قويه للحركه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك دلوقتي مسكت شنطتك، لازم تحضر نفسك، هتمشي من القاهره هنا هتوصل لاسوان، وهمشيك هتاخدها مشي، لازم هتحضر شنطتك فيها اكلك وشربك اللي يقضيك المده دي كلها، ولازم صحتك تبقى كويسه عشان هتتمشى الفتره دي كلها. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي الحيوانات المنويه، رحله الحيوان المنوي من مهبل الانثى حتى التلقيح في الثلث زي ما هو كده اهو كده بيجري ورا البيضه اهو، دي الحيوانات المنويه راحه للبيضه، الكلام ده بيحدث في الثلث الخارجي من الانبوبه. الرحله دي بالنسبه للحيوان المنوي زي ما حضرتك واخد رجلك كده وماشي من هنا لغايه اسوان، يبقى لازم الحيوان المنوي يبقى قوي اللي عنده حركه سريعه متقدمه. شايفين الحركه اهو، دي الحيوانات المنويه بتبتدي تتخانق على البيضه لغايه كل حيوان منوي بيدق زي ما نقول ايه، بندق على الباب لغايه لما الماده اللي بتبقى حوالين البيضه بتبتدي تنتهي، وحيوان منوي اول ما بيدخل يبتدي يلقح البويضه، البويضه بتبتدي تخرج حاجه زي الشيلد كده او حاجه يعني زي ما نقول سياج تمنع دخول حيوانات منويه اخرى. يبقى لازم الحيوان المنوي يبقى قوي عشان يحدث منه حمل. دي الجزئيه الاولانيه، دي الحركه الكيفيه. يعني في الحركه الكميه، يعني ايه؟ يعني بعد ساعه الحيوانات المنويه عامله ازاي؟ بعد ساعتين الحيوانات المنويه عامله ازاي؟ النسبه المشوهه قد ايه؟ عشان ما يجيش تحليل سائل منوي يبقى هايل 30 مليون والنسبه المشوهه 99%. طب ما كده لن يحدث حمل، سوف يحدث تكرار اجهاض، يعني حتى 99% من الحيوانات المنويه بيحدث تكرار اجهاض. احنا قلنا كده ممكن يبقى الوعاء الناقل مسدود فما بيخرجش حيوانات منويه، هو بيقول لي خلاص لسه ناقص لنا دقيقتين هنكمل برضو الحلقه الجايه. العيب في الاخراج، الراجل عنده حاجه اسمها هايبوسبيدياس، فتحه اليوريثرا او مجرى البول في الجدار الخلفي من القضيب، عنده زي ما الاستاذ ابو محمد كان كلمنا بريماتور ايجاكيوليشن اللي هو سرعه القذف قبل ما يحدث العلاج للعضو الذكري داخل الانثى، بيبتدي انزال السائل المنوي فكله بيخرج بره فما بيحدثش حمل. الكلام ده برضه هنتكلم عليه بالتفصيل المره الجايه. معانا رساله كده، ناخد اول رساله معانا على الصفحه. ام سيد واسيل، السلام عليكم يا دكتور، انا اسمي سوما، سني 30 سنه، متزوجه من 10 شهور، حملت وسقط الطفل في الشهر الرابع، وحملت مره ثانيه بمنشط اسمه مش عارف الصراحه هي مش كاتبه، فيمارا، المنشط اسمه فيمارا 2.5، وسقط الطفل برضه في الشهر الثاني، وعملت تحليل منها تحليل مرض القطط وتحليل الحصب الالماني وتحاليل ثانيه، والحمد لله ما فيش اي حاجه، والدكتور قال لي تحاليلي كويسه. ماشي، بس انا عارف من حضرتك ينفع الشهر اللي جاي مع ميعاد الدوره اخد منشط تاني ولا ما تنصحنيش بكده؟ وسؤال تاني يا دكتور بعد اذنك، ايه هي التحاليل المناسبه المفروض اعملها؟ احنا قلنا النهارده التحاليل يا ام سيد واسيل على الهوا، التحاليل قلناها كلها النهارده هي دي تحاليل تكرار الاجهاض، وحضرتك لو عندك اولاد قبل كده يبقى هي التحاليل دي تكفي. ما كانش يبقى هنضطر نعمل منظار رحمي، نبتدي نعمل اشعه بالصبغه، نبتدي ندور على بعض الاسباب الاخرى. احنا خلاص كده احنا يعني ان شاء الله ننبه ناس على زيارة السويس كل يوم سبت وثلاث الساعة 12 ظهرا في العيادة الخاصة ان شاء الله في ميدان الترعة بجوار جمعية ابناء طهطا فوق توكيل ال جي، يوم السبت والثلاث من 12 ل 4، وده مواعيد العيادات هتلاقوها ظاهرة على الشاشة دلوقتي ان شاء الله. اللي عايز يتفرج على الحلقة هيلاقيها على اليوتيوب دكتور شادي محمد، واللي عايز يتابعنا على صفحة فرحة حواء ان شاء الله على الفيسبوك، على وعد بلقاء مع برنامجكم برنامج فرحة حواء قبل نصف ساعة من الآن كل يوم جمعة الساعة 2:15 على قناتكم من الصحة والجمال مع دكتور شادي محمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب والحقن والمجهري ومناظير البطن والرحم، على وعد بلقاء إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.